بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسر دواد ورك تيفيك كل سنة وحاولنا كذي ما ليا استوديا مقالة مقدشاني وحاولوا العبيد يا ذن السعوديين يقظ بدن وحكم إذا محكمة إذا ما ذقلب كسيدة الصومالية يا حكم دلو وحاي كفل سنين لو إذين وكدم بدل كي تليا أنا بسويد قبل كشبة لا ضريح رئيس الوزراء الصومالي حسن علي قرة يقدوميها قبل كني بنادر يا وذجر وحاي وده فرين الله الله أنا ضافد قبل كبنادر وسير كارمها جودها مع ملك هير شبة الله أيام مجابي دقة دقمة بلد وينه madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa cafis u fidiyay wariy Cabdi Malik Muuse Cooldoon oo horay maxkamadda magaalada Hargeysa ay u xukuntay xukun 2 sano ah booliska wadanka UK waxa ay baarayaan dad markaas loo soo qabtay qaraxii magaalada Manchester ee wadanka UK intaasii daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warkeena u diyaar garow warkaas iyo war kale oo dheeraad ah